أيها السادة، تبدأ الآن مشاهد الفيلم الذي نقدمه لحضراتكم في سهرة الليل. بطل الفيلم أستاذ كمال الشناوي. المنظر انتقل الآن في كواليس المسرح، والآنسة فيف الرقاصة ونجمة المسرح وبطلة الفيلم بتستقبل كمال الشناوي استقبال حار، حار جدا. يبدو أنها بتحبه خالص لأنها بتنظر له نظرات كلها عاطفة وحب. الفرقة الموسيقية اللي في المسرح بتستعد الآن للعزف. من مين معاك؟
كنت خايفة يقسى عليا، يا ما كنت خايفة